موجز لأهم الأنباء يأتيكم من أونلايف، أهلا بكم. أنهت القوات المسلحة كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بمعاونة وزارة الداخلية في تأمين الانتخابات الرئاسية بمختلف المحافظات، وتشارك القوات المسلحة في تأمين العملية الانتخابية بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة. أعلن التلفزيون الرسمي السوري مغادرة أول دفعة من المسلحين والمدنيين الذين تم إجلاؤهم من مناطق سيطرة فيلق الرحمن جنوب الغوطة الشرقية، وذلك إلى محافظة إدلب. من جانبها قالت وزارة الدفاع إن 988 مسلحا وعائلاتهم خرجوا من معبر عربين في الغوطة الشرقية في 17 حافلة. دعت الخارجية العراقية أنقرة إلى مزيد من التنسيق بشأن العمليات التي تقوم بها في مناطق تابعة لإقليم كردستان العراق، وجدد المتحدث باسم الخارجية العراقية رفض بغداد للقصف العشوائي التركي. مستمرون معكم على رأس كل ساعة إلى ملتقى.